لقد تقدم يعني 39 حزب و765 قائمة حرة قد أدعوا ملفات الاكتتاب في 58 تنسيقية. اليوم على الساعة اللي نتكلم فيها معكم أراهم صاروا 19. توفرت فيهم يعني الشرطين، شرط 25,000 وشرط 23 ولاية. إذن هذه فيما يخص الداخل. فيما يخص الخارج عندنا قائمتين مستقلتين، يعني قدروا يجمعوا العدد الكافي من الاستمارات، وأربعة أحزاب في الخارج قدروا أيضا يوفروا الشروط المفروضة قانونا.